أخبار اليوم. الرعاية الأخبار واخدين بالهم منك يعني ولا ها؟ احنا بنشتغل عندك. لا الا انت مش عيان دلوقتي؟ احنا بنشتغل عندك. الله يخليك، انت مش محتاج حاجة؟ في أي شكوى من المستشفى هنا؟ ها؟ الحمد لله. وما دخلتش. ربنا يخليك. الحمد لله. ألف سلامة عليك. عندك إيه خير؟ ألف سلامة عليك. لا أنا عايزك تكون متهجر. ألف سلامة عليك يا أبو الحاج، ألف سلامة عليك. الحمد لله. أنا عندي حلوة قوي هنا. والله يشكر الدكاترة وربنا كله. ربنا اللي فيه يعني كويسين يعني واخدين بالهم منك؟ العلاج بتشتريه منين؟ العلاج بتشتريه ازاي؟ لما يسجلوه يعني ما بتشتريش عليك من بره؟ ها؟ لا دلوقتي انت عايز بقى على كل سنين؟ كل واحدة بس هي التوصيلة موجودة معايا مش عايزين نيجي على كل سنين واحدة. التوصيله فين اساسا؟ دي هتتملي بقى للسعر الباقي كلها بحيث انها تنزل بقى. الف سلام عليكم الف سلام. عندي قاعتين من الاسود الثاني هنا وبتاع العربيه. نجيب الفلاتر بقى والمرشحات والحاجات دي كلها. الوجبات اللي بتطلع المطر لازم ناخد بالنا منها لان السفنه بتشتغل عشان ما نلاقيش بقايا في قلب البتاع. بالظبط كده عشان لان دايما استهلاك دايما الناس تبطل عدد كبير كل يوم فالاستعمال اليومي ده دايما بيبقى فيه فيها. التعديل فين؟ احمد